ممدوح موسى النهارده ايه النصيحه، او بلاش مش عايزه اقول نصيحه، عايزه اقول نفسك تشوف البرامج التلفزيونيه اللي موجوده على الشاشه النهارده بقت عامله ازاي. نفسي اشوف اختلاف، نفسي اشوف اختلاف، نفسي اشوف حاجه جديده. والله العظيم بقعد بضحك، اقسم بالله بقعد بتفرج يا جماعه ليه كده، يعني عاوز اشوف حاجه جديده. فقر، أنا مش قادر اصدق، والله ما قادر اصدق. وكميه فلوس بتتصرف كتير جدا، ليه يعني ده يتعمل بنص الفلوس دي ممكن يتعمل حاجات اكتر بكتير. احنا مش بننقد على فكرة، احنا بنتكلم عن حب، يعني فعلا عايزين فكرة نشوف. مفيش فكرة، اديني برنامج عمل فكرة جديدة. مش انت بتتفرجي؟ بتفرج. قولي لي، انا مشكلتي انا مذيع دلوقتي، قولي لي فكرة جديدة. قولي لي فكرة. اقول لك على حاجة، انا مشكلتي في الافكار فعلا، دايما بقول ان الاعداد هو البطل الحقيقي لاي حاجة. مش مهم الضيف، الضيف تاني حاجة، الاعلامي تالت حاجة، القناة كل الحاجة، المهم الفكرة. الفكرة هتفرض نفسها لو بتتزع فين، بس الناس هتروح لها وهتدور عليها وتسمعها وتشوفها. نفس الاسئله هي في البرنامج ده وفي البرنامج، والفنانين بيعدوا من القناه دي للقناه دي للقناه دي للقناه دي. لما خلاص الواحد بفتح بشوف بقلب، بفتح بشوف بقلب، بفتح بشوف، ما خلاص هتفرج على ايه. مين نفسك تستضيفه النهارده يا ممدوح، تعمل معاه حوار النهارده؟ هقول لك ايه، صمت. هقول لك ايه، كله حارق نفسه. عشان انت كله حارق نفسه. الفنانين دلوقتي من السوشيال ميديا واللايف، اللي بيطلع في المطبخ واللي بيطلع في الحمام واللي بيطلع في البوتاجاز واللي بيطلع في مش عارف ايه. اقول لك ايه، ما عنديش طموح ان انا استضيف حد الا اذا كنت هعمل فكره جديده. هتجيبه بشكل مختلف، مش ممكن. يعني السوشيال ميديا دي خدت من وقت ناس كتير جدا وضيعت ناس كتير جدا وعملت ضيعت ناس كتير. وبقت يعني المواقع كمان بقت تافهه جدا. مواقع بمنتهى التفاهه، بتفرج على حاجاته وبيستضيفوا ناس وبيعملوا حاجاته وبيجروا ورا ناس ما ينفعش اصلا يستضيفوهم، خساره ان انا اروح اقابلهم اقسم بالله. ممكن تعمل لقاءات مع نجوم المهرجانات، الاغاني بتاعت المهرجانات بيعجبوك؟ بصي، اي حد الناس بتسمعه انا معاه، بس مع كلمه نظيفه. مش ممكن انا هقعد اسمع حد بيقول كلام جارح او كلام وحش، استحاله. لكن في ناس بحس ان هم دمهم خفيف، ممكن يمثلوا بس ما يغنوش. ممكن نشوف ممدوح موسى بيقدم لنا برامج غير برامج مع النجوم؟ طبعا. حاجات افكار تانية؟ يعني كان ممكن الفتره اللي فاتت كنا نشوفك بتقدم حاجات بعيده عن النجوم. والله مره عملت طبق كبده من كام يوم كده ونزلت في وانا بعمل الكبده، لقيت الموضوع واخد مع ناس قوي، فرحانين قوي ان انا بعمل كبده. فممكن اعمل برنامج طبخ، ما هو ده اللي ماشي. ممكن اقلب والله طبخ النجوم، مع ان اتعمل كتير، بس اعمله بقى بطريقه تانية، لان هو ماشي بقى اعلانات بقى سمنه وزيت ويجيب اعلانات كتير. ايوه هو ده، يعني ايه المشكله؟ انت شاطر في المطبخ؟ بحب المطبخ وبحب اطبخ حاجات معينه، يعني اعمل كباب حلو قوي، اعمل كبده بالكلاوي، اعمل حاجات كده يعني مختلفه. مختلفه ومذاقها تحفه. الله، يعني كل اللي بيجي عندي ياكلها بينبسط. فكرت تعمل برنامج على البلاتفورمز اللي موجوده دلوقتي، على كل المنصات اللي موجوده دي؟ فكرت انك مثلا ممكن تقدم برنامج مختلف، لان المنصات دلوقتي فيها حريه اكتر. وانا برضو حتى لو في الحريه مش هخش في حاجه فيها قله ادب ولا حاجه فيها اباح، استحاله. مبدئي ان انا امشي محترم، مش عشان محطه واقول انا طول عمري في التلفزيون اللي هو بقى ايام، يعني القناه الاولى والقناه الثانيه ما فيش حاجه بتتشاف غيرهم، واللي كان بيذيع في التلفزيون المصري ده يعني كان هو نمره واحد طبعا. عمري ما في رقيب رجع لي حرف، لان انا رقيب على نفسي، انا رقيب على نفسي، ما اقدرش انزل حاجه للمشاهد فيها قله ادب. فلازم انا من قبل اكون انا شايل. فعمري في ولا حلقه رجعت لي. ممدوح موسى النهارده معانا، عايزه اعرف مين اكتر نجم او نجمه الحوار معاه تعبك قوي، طلع منه الكلام بالعافيه او طلع منه الكلام بالعافيه؟ لا هو او مش بطلع تعبك، لا مفيش حد تعبني، ضيف تعبك؟ لا مفيش حد تعبني، بستمتع بكل حواراتي.
انا بحب كل نجمه قدامي يعني. اي فنانه بتعمل معايا حوار لازم احبها. مين النجمه الشقيه اللي جننتك وانت بتعمل؟ لا انا نانسي عجرم بعشقها. نوال الزغبي في عزها بقى لما عملنا حوارات كان يعني تقريبا عملنا حوارات لنوال الزغبي في بدايتها طبعا عصرتيها انت كتير حاجات جامده جدا. عمرو ولطيفه من اكتر الناس اللي عندهم ماتيريال معايا اللي ليهم ماتيريال معايا. لفيت مع لطيفه العالم كله. وفي تونس وفي باريس وفي كل رحلاتها وكل اغانيها. قلت قبل كده كان نفسي قوي استضيف فيروز واعمل معاها لقاء. حاولت سليم. صالح سليم الله يرحمه. حاولت انا بحب انا بحب الصعب. واضح انك بتحب الصعب. بحب الصعب وجبت كل الصعب. يعني مفيش حد من الصعب ما صورتش معاه وصورت معاه وعندي ماتيريال كتير لي. يعني عادل امام عندي ماتيريال لسه الناس ما شفتوش. تعرف الماتيريال اللي عندك دلوقتي دي يا ممدوح دي لو اتعرضت دلوقتي انت عارف عادل امام ملايين. عارف عادل امام عندي ايه؟ عندي كل رحلاته اللي خد الفرقه وراح في القطر مصور من جوه القطر وهو بيلعب طاوله مع الفرقه لغايه لما راح اسيوط وراح سوهاج للطار وللارهاب. يا ساده يا مسؤولين تعالوا ورونا الماتيريال ده اشتروا خدوا منه الحاجات دي بجد. يعني انا عايزه اتفرج على الحاجات دي. انا عايزه اتفرج. ورده وردة. وردة عندي حاجات كانت بره التصوير تحفه وهي بتقلد زكي زكريا وهي مش عارف بتعمل ايه. لا 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 وردة بالذات كمان. لطيفه عندي بلاوي عمرو دياب 350 شريط اللي نزل ده 10% من الحاجات اللي عندي. طب ما رحتش لشركات معينه وقلت لهم الحاجات دي؟ انا مستني بس كله بوقته لان دخلنا في ثوره وبعد الثوره دخلنا اصل ممدوح الوقت بيجري واحنا عايزين نشوف الحاجات دي. والحاجات دي يعني ده كنز بصراحه. دي حاجات حلوه جدا. برنامج اسمه كنز. ده لازم تعمله بقى. ده لازم تعمله النهارده ان شاء الله كل حاجه بوقتها ان شاء الله. طب مين النهارده بيعجبك من الاعلاميين الموجودين اللي ممكن تقعد وتتفرج؟ لا هو في تسمع له حوار او تحس انه شويه مختلف؟ يعني انا ما فيش حاجه بتستفزني ولا حاجه. انا كله مثلا ايه لما ما بتفرجش كتير لكن كله بيجي لي على التليفون. لو في حاجه خبر مهم بيتقال بيجي لي مثلا عمرو اديب على التليفون بيجي لي مش عارف ايه على التليفون. فما مش التلفزيون ما بيستهويني ان انا اقعد اتفرج على حاجه معينه لان عارف انه هيجي لي. لو في حاجه فلته اتقالت هتجي لي بتجي لي لغايه عندي. ما هو التلفزيون مبقناش بنفتحه. لا غير كده كمان مفيش حاجه مهمه. يعني دلوقتي كل الناس بتتفرج على الحروب. انا ما بتفرجش خالص على ما بين اوكرانيا وروسيا والكلام ده كله بيجي لي على التليفون لو في حاجه حصلت. يعني الدنيا ولعت هتجي لي. فما ما بجريش اتفرج بصراحه. ممكن اتفرج على فيلم قديم. اتفرج على نجيب الريحاني. افلام اسماعيل ياسين نجيب الريحاني عادل امام الحاجات القديمه كلها. افلام شاديه القديمه. كل ده الله. افلام بقى رومانسيه اجنبيه احب اتفرج عليها قوي.